مرحبا عد ما لاحت بروق الغمر وحداد مرخات من زون قيدها التانه تبحبة نورها يجلي عتم الظلام بحفلة طيبها لها رافع شانه باسم خالق مرحبا بالحاضرين الحشاه عتاد ما تنبت ورد برضانها عتاد ما تنبت ورد برضانها عتاد من كبروها صلى وصل على الشحم يا على الطلب اسمع اسمع حلت على أقلق ماني طيبين المقام هلا بحلي على الأنجاد بنيانها اللقماني مواقفهم بالفعل ما هو بالكلام في ماضي الوقت ولا حاضر أزمانا في ماضي الوقت ولا حاضر أزمانا راضي ترهب الأحباب حتى الحساب شوف العذاب فعلهم يروح الهانة أهل لقمان أهل الطايلة وأهل الفعول الجسام أهل الكرم والمراجل تمسك عنانة والختم الفارق لمن هو بالمواقف حساب خالد الكفورة على الفزعة وعنوانة خالد الكفورة على الفزعة وعنوانة خالد الله يهنيك وتدوم بسلام المعذرة كان قص خالد 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 الله يهنيك وتدوم بسلام والمعذرة كان قصرنا بقفانا خالد الله يهنيك وتدوم بسلام والمعذرة كان قصرنا بقفانا والمعذرة كان قصرنا بقفانا جوال 0501 3 4 6 8 6 6